ظرف هتلاقيه موجود في الباب اليمين، هتطلع الظرف ده. دي لعبة ما تفتحوش دلوقتي، في دي لعبة اسمها دندنها اللي هو بقك مقفول كده. يلا ابدأ 20 ثانية. ايه مش عارفها. اهدى ما تتوترش، فكر افتكر كده بالراحة. عارف الأغنية دي؟ لا. طيب صراحة مش عارفها خالص. اقفل الظرف تاني ورجعه الباب. انا غلطان. دلوقتي انت واقع في مزنق بقى ان هو استاذ ريمون ما يعرفش الاغنية اصلا، والتايم طبعا خلص. حتى لو ما يعني ده احنا ممكن نقعد 3 ايام، هو كده كده مش هيقول حاجة. فانتوا عندكم وسيلتين مساعدة، وكده كده في وسيلة مش هتقدر اصلا تستخدمها عشان هو مش عارف الاغنية. فما عندكش حل غير ان انت ترعش. هتبقى اغاني برضو ماشي. بس هيدندن بقى واحده تانية. تخيل بقى لك ان تتخيل دي اغنيه تانية ما يعرفهاش برضو. يا لهوي ده خطير. حالتنا وحشه قوي قوي اهو. ده ولا ده عايز ده اتفضل. بس هو بقى اللي هياخده، مش عارف. هو اللي هياخده. افتح الظرف. شفت اسم الاغنيه؟ ايه ده مش عارفها يا نهار. لا عامل ايه؟ الثقافه الموسيقيه يعني عارفه. انا ميح اغاني عربي. انا ميح جبتك معايا. طب واحده واحده حاول تتذكر اي حاجه. يعني الاغنيتين انت مش عارفهم للاسف. امال انت جاي تعمل ايه؟ هو كان بيدرس طب، هو مش فاضي. هو ما عداش عليه المولدي، قناه المولدي ما شافهاش خالص. طب يعني ده كده وضع جديد علينا. وبعدين انتوا دلوقتي لازم الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل، لان انتوا دلوقتي استخدمتوا وسيلتين مساعده وفضل لكم الوسيله بتاعت اضرب كلاكس. لكن انت دلوقتي هو هيدننا زي هو مش عارف مش اغنيه واحده، مش عارف الاثنين. استاذ ريمون انا حاسك محبط قوي للاسف. مش هتقدر تستخدم الوسيله دي بسبب ان هو مش عارف الاغاني. 3000 جنيه حلو. بس اديني بس فكره عن الاغنيه ايه. حياتي مش تمام. رامي صبري يا انا قسمت الشوارع والنجني. ما تعرفهاش انت؟ عارفها؟ طيب الاغنيه دي؟ طبعا. طب دندنها انت كده. ما بعرفش. ما بتعرفش تعمل. طب بلاش الاغنيه الثانيه الاولانيه. معاك الظرف لسه موجود جنبك. كله على كله. فنان احمد عدويه. عارفها؟ لا. كله شفت بقى. على كله لما تشوفه قول له. هو فاكرنا ايه؟ قولوا ايه ايه. لا بس بدلال. ايه لا ايه. انا 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 محبط. يعني كميه احباطات كتير بس فرحان ان انا قابلتكم حبيبي. احباطي بس ان احنا مقدم اليكم من عربيه معديه.